يعفمو لنا في مسيرتي يتصحق الخير هذا بنسي السلام عليكم. قبل ما ندخل في الموضوع بغيت نأكد على أني كنعتقد أن المغاربة اللي في أمريكا كتعتبر في نظري أحسن جالية مغربية على العموم. تلاقيت وعاشرت ومسجل في مجموعات فيسبوك ديال المغاربة المهاجرين في أوروبا وفي أمريكا، ومن ثم جمعت معطيات اللي على أساسها خرجت بهذا التقييم هذا، وأن المغاربة اللي في أمريكا مستوى كبير. وحاجة أخرى لاحظتها هو أن المغربي اللي عايش في أمريكا كتلقى ملي يتكلم معك بالدارجة بحيلة بقي عايش في درب السلطان أو في حي البهجة، عكس المغاربة اللي تلاقيتهم عايشين في فرنسا مثلا كتكون الهضرة ديالو نص دارجة ونص فرنسية، وخا يكون دوز غير جوج عام في فرنسا. الهجرة لأمريكا كيكون حلم أي إنسان عبر العالم، ماشي غير بالنسبة للمغاربة. غيتلقى الروسي والصيني والهندي والعربي والإيراني كيحلم يهاجر لأمريكا. الهجرة لأمريكا هي تجربة محورية للإنسان اللي كيبغي يبني حياة جديدة. كاين اللي دغيا كيندمج في هذا المجتمع، وكاين اللي كيلقى صعوبة كبيرة باش يلقى راسو ويفهم الحياة في أمريكا اللي كان نعتبرها حياة جديدة علينا في جميع الميادين. غادي نحاول نفسر بعض النقط اللي ما كتخليش الناس على العموم يندمجوا، والمغاربة على الخصوص، حيت أنا مغربي ودست بنفس التجربة. قبل ما ندخل الأسباب اللي كيخليو المغاربة ما يندمجوش في المجتمع الأمريكي، غادي نتكلم على بعض التحديات العامة اللي كتخص جميع الشعوب اللي كتهاجر لأمريكا ماشي غير المغاربة. التحدي الأول هو اللغة. اللغة هي واحد العائق رئيسي، داكشي علاش ضروري من أي مهاجر أنه إلا ما تعلمش الإنجليزية في بلاده كيخص أول حاجة يبدأ بها هي تعلم الإنجليزية منين يوصل لأمريكا، حيت بلا اللغة ما تقدرش تتفاعل مع الامريكي، لان الامريكي كيتكلم لغه واحده، وفي بعض الاحيان كيفهم شويه ديال الاسبانيه بحكم الجاليه المكسيكيه الكبيره اللي في امريكا. التحدي الثاني هو ان اختلاف الثقافات كيأثر على التفاهم. داكشي علاش ضروري على المهاجر انه يفهم القيم والعادات ديال الامريكيين، وما خاصش تجي بشي افكار مسبقه على امريكا من خلال الافلام او القنوات الاخباريه العربيه. صبر في الاول واعطيه وقت كبير باش تفهم الثقافات الاخرى. داكشي علاش ملي تجي لامريكا ما تحصرش راسك غير بين ولاد بلادك، عيش وسط الامريكانيين، دير جيران امريكان، خدم مع الامريكان، حيت الامريكان شعب منفتح.
على المهاجرين وكيقبل المهاجرين اللي كيبغيو يندمجوا في المجتمع. الخطأ اللي كيديروه المهاجرين خصوصا المكسيكيين هو انهم كيجتمعوا في احياء فيها غير اولاد بلادهم وكيخافوا يعيشوا الامريكان. كتلقى مكسيكي عايش 20 سنه في امريكا وما فوق وما كيهضرش بالانجليزيه حين تعيش في منطقه الراحه ديالو كومفورت زون مع ولاد بلادو معاهم كتر كيخدموا مع بعضياتهم وكيحتفلوا مع بعضياتهم الى اخره. بحال اللي كيوقع للجاليه المغربيه في فرنسا عفتني فرنسا حيت كنشوفوا مجتمع في وسط مجتمع وهذا كيتسبب في الاصطدام بين الثقافات ومع الاسف الوالدين كيربيو ولادهم على ثقافه الكراهيه للمجتمع اللي هما تزادوا وكبروا فيه. وكنشوفوا الواقع المرير ديال فرنسا فين وصلت. فرنسا ماشي الموضوع ديالنا, نرجع للمغاربه اللي في امريكا. التحدي الثاني اللي كيواجهه المهاجر لامريكا هو الصعوبه باش تلقى الخدمه اللي كنت تحلم بها. هذا المشكل السبب ديالو هو الشواهد اللي عندك, اما ما كتكونش معترف بها في امريكا او اصلا ما عندكش شي شهاده جامعيه او مهارات اللي كتطابق المهارات الامريكيه. يعني تقدر تكون نجار مثلا ولكن المهارات والطريقه ديال الخدمه والدوزان ديال النجاره وطريقه العبار كتكون مختلفه بين المغرب وامريكا. المهاره الامريكيه مهاره عاليه بصراحه في الصناعه والحرف اليدويه, والمهاجر كيخصو وقت باش يدمج داكشي اللي تعلم في المغرب مع الاسلوب الجديد ديال هاد البلاد باش يقدر يلقى راسو ويخدم خدامي واعرين وفي شركات كبيره بمراتب عاليه. التعليم والتدريب المهني ضروري في هاد البلاد باش تنجح. حيد من راسك ديك الفكره ديال حنا واعرين ومعلمين, عيش في الواقع وحيد داك الخيال اللي كان عندنا على امريكا ملي كنا في المغرب. ما يكونش راسك قاصح وتمشي مع الكلام الفارغ اللي كيقول ان الحريفيه المغاربه افضل من الامريكان كما كنقرا في بعض المجموعات في الفيسبوك. بغيتي تنجح نسى عليك ديك حنا احسن منهم, حتى حد ما احسن من الاخر, كاين الاختلاف وصافي. كلكم كنتعقد ملي كنصاوب شي حاجه في المغرب ديما كتخص ديك الفينيسيون بمهاره واعره. ملي جيت هنايا عاد شفت كيفاش اي حرفي ملي كيخدم كيتقل الخدمه ديالو من البدايه حتى لديك الفينيسيون. القصد ديالي هو الا صغرتي راسك باش تتعلم غيتولي افضل في الميدان ديالك والميدان اللي كتحبو. هنايا كنجيو لحاجه اخرى اللي مهمه ولا هي التعليم اللي كيلعب دور مهم في هاد البلاد. ضروري تعزز فرص التعليم والمهارات سكيلز ديالك في هاد البلاد, ضروري سكيلز. اشنو كيوقع للمهاجر المغربي ملي كيجي لامريكا؟ اول صدمه واحساس خيب هو داك الانفصال على الاهل والاصدقاء في المغرب واللي كيأثر على الصحه النفسيه بواحد الطريقه ما كتصورش. والشعور بالوحده كيخلي الاندماج صعيب في مجتمع جديد. ملي جيت لامريكا هذيك اكثر من 15 سنه وصلت المطار اتلانتا في شهر 9 شو تنبير, غير خرج من المطار لقينا واحد العاصفه لاول مره كنشوف بحالها في الواقع. معايا ثلاثه ديال ولادي صغار, كنت محظوظ حيت واحد الكوبل الامريكي جا باش ياخذنا من المطار. خدينا الطريق السيار لوتوروت من اتلانتا للدار اللي غادي نسكنوا فيها. من المطار للدار شي 45 دقيقه, الطريق كله هي وقلبي كيضرب بسبب العاصفه اللي كنشوف بحالها غير في الافلام. بقيت كنتعجب وخايف من الطريق عامره والناس كتسوق عادي, كتشوف شجر تقلع من الجذور ديالو في جنب ديال الطريق. كان هذا اول احساس خايب ملي وصلت لامريكا. وصلنا للدار وبدات الرعده كتضرب حتى كتحس بالدار كترعد, وكنشوف في المدام اللي هي امريكيه بواحد النظره ديال التساؤل والحيره وكتقول لي بواحد الابتسامه راه هادشي عادي. هي فاهمه باش كنت كنحس انا وولادي حيت هي عاشت في المغرب وفاهمه الفرق. ولادي حتى هما كيشوفوا فيا واش مخلوع ولا شنو غادي نديرو, وحتى هما ما فهموا والو بحال الى غادي تفنى الدنيا. من بعد فهمت ان العواصف في امريكا شيء عادي ومولفين به. اول ليله دازت بلا مشاكل رغم العاصفه والرعد والبرق والشتاء. باختصار بعد مده ديال ست شهور بدا كيجيني الحنين للمغرب والجو ديال التجلويق والجلوس في القهوه مع الاصدقاء وداك الروتين اليومي اللي موالفين. قررت فواحد اللحظه صافي غادي نرجع للمغرب, ما عندي ما ندير في امريكا, خصوصا ان في المغرب كان عندي مشروع ديالي ديال النظر
النظارات الطبيه وكنت كنشري من الصين ومن امريكا وكنت كنبيع للزوبتيسيان بالكرو. يعني اللي جابني لامريكا ماشي باش نحسن من المستوى المادي ديالي، كانت ظروف شخصيه وطلاق من ام ولادي وشي اشياء اخرى غادي نتكلم عليها شي مره في المستقبل القريب. كل ماشي ولادي اللي شفتهم نسجموا في المدرسه ومع الجيران وفرحانين مع اصدقاء جداد كون رجعت. داكشي علاش كنفهم وكنتفهم ملي كندخل لشي مجموعات الفيسبوك ديال المهاجرين المغاربه في امريكا وكيشكي ويتشكى وباغيين يرجعوا للمغرب وتيقولوا المغرب احسن من ايام الامريكان. ولكن دابا الا سولتيني غادي ننصح اي مغربي باش عوض يفكر يرجع للمغرب خصوصا الا عنده اطفال انه ما يديرهاش، حيت هاد البلاد كنعتبرها احسن بلاد يمكن لك تنجح وتعيش فيها فرحان وتربي اولادك تربيه اللي غادي تنفعهم في المستقبل ديالهم. المغرب غادي يبقى بلادنا الاول كأرض وذكريات الطفوله والمراهقه، غادي يبقى دائما عزيز، ولكن خاصو بزاف باش يوصل للمستوى ديال الدول اللي حنايا كنهاجروا ليها. اول حاجه هي الكرامه ديال الانسان، ملي يوصل المغرب المستوى ديال ان الجميع تحت القانون والجميع كتصان الكرامه ديالو بغض النظر على اللون ديالو والمستوى المعيشي والثقافي وكل شيء، والقضاء يكون مستقل كما الحال في امريكا، ديك الساعه نقدر نطمئن على ولادي يعيشوا في المغرب. ملي تقدر بنتي تخرج في الشارع او اي بارك تمارس الرياضه المفضله ديالها او غير تتمشى بلا ما يتحرش بها حتى واحد او يعكسها، او تمشي للبحر وتعوم بكل حريه بلا ما تمارس عليها الوصايا وتحس باللي هي في امان كما هنايا فين عايشين. ملي الناس تركز على انها تصلح راسها عوض اصلاح الناس وتتعلم تدخل السوق راسها، ديك الساعه عرف باللي العقليه ديال المغاربه ولات في المستوى ويمكن لك ترجع تعيش في المغرب. ملي الموظف في اي اداره او بوليسي او وزير او برلماني يفهم باللي هو تما من اجل خدمه المواطنين وتكون انت هو السيد سيد الموقف بلا ديك اهانه موظف ملي تحاول تطلب حقك، ديك الساعه عرف باللي المغرب في طريقه الصحيح ويمكن لك ترجع تعيش فيه مده طويله. هذه وانا في امريكا مع عمر شي بوليسي شاف البيرمي ديالي الا مره واحده ملي ما وقفتش في ستوب. ملي مشيت للمغرب كريت طوموبيل ومده ديال 10 ايام جبت البيرمي ديالي شي 20 مره والفوق، حيت فين ما سافرت كاينين البراجات وكيوقفوك ويطلبوا منك اوراق السياره بدون اي سبب وبزاف واخا نكونوا في حرب. ملي ما باقيش تحتاج تدير الشبيك ديال الحديد للشراجم ديال الدار وكتبان الدار بحال شي حبس، ديك الساعه غادي نوصي ولادي يمشيو يعيشوا في المغرب. باقي كنتذكر واحد المساله وقعت لينا ملي الله جينا لامريكا وبداو ولادي كيمشيو للمدرسه. واحد المره بنتي الصغيره بدات في كيني جاردن بحال الرود، طلبت المعلمه من التلاميذ يرسموا ديورهم هوم. بنتي بالخيال ديالها رسمت الدار ديالنا في المغرب، رسمتها والسراجم دارت لهم داك الكرياج ديال الحديد والدفا حتى هي ديال الحديد، يعني رسمت الشكل ديال صندوق. المعلمه مشات عند المديره واتصلوا بالمنظمه حمايه الاسره، من بعد اتصلوا بينا ومشينا نتلاقاو مع وحده من حمايه الاسره باش دير معنا استجواب. كانوا كيظنوا ان بنتي كتعرض للقمع وعطت انطباع على انها في حاله نفسيه بحال عايشه في الحبس وكيتمارس عليها القمع الاسري. المهم وراونا الرسم ديال بنتي وطلبوا منا نفسروا علاش البنت رسمت صندوق بحال الحبس عوض الدار. المهم فسرنا لهم ان الضيور في المغرب هكاك دايرين والبنت يلاه جات من المغرب باقي عندها ديك الصوره ديالهم ديال الدار في المغرب، وريناهم تصاور ديال الضيور في المغرب عاد فهموا وضحكنا ومريضنا ما عنده باس. في الختام بغيت تفهم واحد الحاجه مهمه، ملي كننتقدوا المغرب راه من باب حبنا للبلاد، البلاد اللي كنشوفوها ديما متقدمه راها ما طاحش من السماء او ان الناس ديالها من فصيله اخرى غير الهوموسابيان، كلنا بحال بحال. السر هو انك تقدر تتصالح مع الذات ديالك وتقدر تبين العيوب والمشاكل ديال البلاد، حيت الا ما بينتي العيوب ما تقدرش تصلحها. الا بقينا نخبيو ونستروا المصائب ديالنا راه ما عمرنا نقادوا البلاد. ونكونوا واقعيين، مادام
المغاربة باغين يهاجروا من المغرب، إذا نرى الخلل كين في البلاد، ولكن الخلل خاصنا نتكلموا عليه ونبينه ونفضحوه باش على الأقل الجيل اللي جاي تكون عنده صورة واضحة ويعرف أشنو غادي يصلح. النصيحة اللي غادي نعطيك إلا بغيتي تنجح في هذه البلاد، بزاف الناس اللي الله يلا عاد جاو، هي تعلم الإنجليزية وصبر وكمل قرايتك، تعلم أي حاجة كتحبها وخذ ديبلوم وتعلم أي مهارة إلا بغيتي تدير شي حرفة بحال البناء، النجارة، الكهرباء أو بلومبي، أي حاجة في هذه البلاد غادي تعيش مزيان إلا كنتي معقول ونفتحتي على أولاد البلاد. ما تنغلقش على نفسك، وحتى واحد ما غادي يطلب منك تنسى أو تتخلى على الثقافة ديالك أو الدين ديالك. في أمريكا، أمريكا بلاد التنوع الثقافي وهي بلاد ديال المهاجرين، وهذا هي القوة ديالها بامتياز إلى جانب كندا. وفي نفس الوقت حاول تندمج مع المجتمع اللي انت غادي تعيش مع فيه، تعرف على ثقافات أخرى وفهمها مزيان، ماشي ضروري تبدل الثقافة ديالك، بل ديما خذ اللي مزيان ورمي اللي ماشي ما يليقش لك، ولكن حاول تفهم الثقافات الأخرى. راه تحد ما أحسن من الآخر، كل شيء كيفيق مع الصباح ويمشي يخدم ويخلص الفاكتورات دياله ويربي ولاده ويسعى باش يحسن من المستوى المعيشي دياله. مهم كان دينك أو ثقافتك أو جنسية ديالك، كل شيء بحال بحال. النصيحة الذهبية نبارك عليكم بالنصائح ديال اليوم هي ما تبقاش منحصر في المدن الكبرى بحال نيويورك. نيويورك فيها غير 39% ديال الأمريكانيين وفيها خالط كبير ديال الأجناس. ما كنقولش بأن نيويورك خيبة، ولكن غالية والمستوى المعيشي فيها بالنسبة للمغاربة ضعيف، إلا عندك شي مشروع كبير وضروري أنك تعيش في هذه المدينة. إلا كنت غير طالب معاش بحالي، خوي نيويورك وقلب على ولايات ومدن اللي غادي يخليوك تعيش عيشة مزيانة وتعيش في دار كبيرة وفي جو ما فيهش الزحام. الضواحي ديال المدن في أي ولاية هو أحسن اختيار للأمريكان بنفسهم، ولو كيف يفضلوا الضواحي على المدن الكبيرة. النصيحة الأخرى زيد هي شري دارك في أمريكا واستمتع بالكواليتي ديال الديور هنايا. واخا كان عندك النية أنك غادي ترجع واحد النهار وتعيش في المغرب، راك ما غاديش تخسر، حيت العقار في أمريكا هو أحسن استثمار وعمرك ما غادي تخسر فلوسك. واحد الملاحظة أخرى لاحظتها في دوك المجموعات ديال الفيسبوك، شي أسئلة اللي غريبة وعجيبة وخيالية. الناس كتسول مثلا اشنا هي الوثائق اللي خصني باش نعمل التاكس، واش نعمل التاكس، او اشنو غادي يخصني من وثائق باش نصاوب لاكارت ديال المغرب في القنصلية. المهم اسئلة اللي كيبقاو الناس كيخربقوا ويشرقوا يغربوا ويشرقوا في الاجوبة، وما احنا ما كنعرفوش نقولوا باللي ما عندناش الجواب، كتلقى اجوبة متناقضة وكل واحد كيبين باللي هو اللي عارف. الاستنتاج اللي استنتجته هو ان بعض المغاربة كسلاء باش يمشيو مباشرة يقلب في الويب سايت ديال المعنيين بالأمر، يعني أي حاجة بغيتي تعرفها على تاكس راه كاين موقع ديال IRS يعني ديال الضرائب فيه التفاصيل المملة ويجاوبوك على كل شيء. القنصلية ديال المغرب فيها حتى هي جميع الوثائق اللي غادي تخصك، هي أي سؤال كاين جواب ديالو أونلاين. يعني الإنسان وصل به العجز لواحد الدرجة ما كتصورش، خصوصا انه عايش هنايا في امريكا وعارف ان اي حاجه بغيتيها كاينه اونلاين. الله يدي ما خلق. السلام عليكم وشكرا على الصبر ديالكم مع هذا الفيديو، ونشوفكم مره اخرى. وما تنساش دير ديك لايك وسبسكرايب داك الشيء الاخر اللي كتعرفوا. يلا السلام عليكم.